تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا. رئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية في المحافظات المحررة بمضاعفة جهودها. وزير الأوقاف ومحافظ حضرموت يلتقيان أصحاب الفضيلة العلماء في سيئون. محافظ حضرموت يبحث في سيئون أوضاع مديريات الوادي والصحراء ويعمد 7 مشاريع من حصة مبيعات النفط. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن، استقبل سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر والوفد المرافق لها الذي يزور مدينة عدن. وخلال اللقاء ناقش الجانبان تعزيز علاقات الصداقة اليمنية الألمانية في مختلف المجالات، والدور الألماني الدعم للشرعية وأمن واستقرار البلاد، والدور المعول على الأصدقاء الألمان في مرحلة إعادة الإعمار ودعم جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. رئيس الوزراء ثمن دعم الحكومة الألمانية لليمن وقيادته الشرعية، معربا عن تطلع الحكومة لمزيد من الدعم السياسي من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبما يسهم في الضغط على الحوثيين الالتزام بتنفيذ اتفاق السويد. من جانبها جددت السفيرة الألمانية موقف بلادها الداعم والمؤيد للشرعية اليمنية وحرصها على الوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام، مشيرة إلى أن بلادها تبذل قصارى جهدها لمساعدة اليمن وشعبها في ظل الظروف الراهنة. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة، وجههم بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار. وخلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن بأمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بلحج، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لقيادات السلطات المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها بما ينعكس إيجابا على مستوى حياة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم التي تسببت بها الحرب. كما التقى رئيس الوزراء بمحافظ تعز نبيل شمسان وبحث معه الأوضاع في المحافظة والجهود التي تبذلها السلطات المحلية في تعز في ملف الخدمات الأساسية وسير العمليات الميدانية لاستكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار عنها. وشدد الدكتور معين عبد الملك على لجنة التقصي القضائية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تعز سرعة إنجاز عملها، مؤكدا على ضرورة منع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة والمخلة بأمن واستقرار المدينة. ومن تعز إلى سيئون، حيث عقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج المحسني عقدا في مدينة سيئون لقاء ضم العلماء والخطباء بوادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام بالكثيري. وفي اللقاء أشاد وزير الأوقاف بما لمسه خلال زيارته لوادي حضرموت من تنوع وانسجام تام واختفاء الخلافات بين العلماء وطلاب العلوم الشرعية، مؤكدا أن الوزارة مظلة لكل الطوائف والمدارس الدينية وتتمتع بعلاقة طيبة مع الجميع، حاثا على ضرورة سلوك منهج الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب. بدوره أكد المحافظ البحسني أن حضرموت بعلمائها وسلطاتها تقع عليهم مسؤولية الحفاظ عليها من دعوات الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن الرهان الذي تضعه السلطات المحلية على الشراكة المجتمعية وخصوصا العلماء في تقديم المشورة للسلطات أو للسلطة في كافة قضايا المجتمع. كما التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، التقى بحضور وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش العلي في مدينة سيئون، وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري والوكلاء المساعدين بوادي حضرموت، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني. خلال اللقاء بحث المحافظ مع المسؤولين في وادي حضرموت أوضاع المديريات في الوادي والصحراء ومدى الاستقرار الذي تشهده الخدمات المقدمة للمواطنين والوضع الأمني فيها والجهود التي تبذلها الأجهزة العسكرية والأمنية في تثبيت الاستقرار بمناطق وادي حضرموت.
في ذات السياق طلع المحافظ اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية اطلع على نشاط السلطة المحلية بالوادي والصحراء وأهم المشاريع الحيوية المعتمدة من لجنة المناقصات في الوادي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7 ملايين دولار بتمويل من حصة مبيعات وادي حضرموت من النفط. كما اطلع المحافظ على أفكار 21 مشروعا يجري تحليلها من قبل لجنة المناقصات بالوادي والصحراء. وعقب الاطلاع عمد المحافظ البحسني عددا من المشاريع المزمع تنفيذها، من ضمنها ترميم مكاتب مبنى نيابة سيئون الابتدائية وطريق بروج العنين بطول 11 كيلومتر واستكمال المجمع التربوي بمديرية حور وادي العين والمجمع الحكومي بمديرية شبام، إضافة إلى حفر بئرين ارتوازيتين بمنطقتي عديد مديرية تريم والوهد بمديرية العبر واستكمال مجمع عبد الناصر التربوي بمنطقة القرفة في مديرية سيئون. البحسني شدد على سرعة إنجاز المشاريع وفقا والدراسات والالتزام بالفترات المحددة لتنفيذها. قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري في تصريح لقناة حضرموت الفضائية، قال إن مدينة سيئون تمتلك كافة المقومات لاحتضان الفعاليات السياسية والأحداث الوطنية. في قضم التحضيرات لاستقبال الحدث العظيم بالنسبة لليمن بشكل عام كاملة وحضرموت خاصة، أقول بأن تم التحضيرات الكاملة لاستقبال الحدث، انعقاد جلسة من جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون واختيار مدينة سيئون، فكان هذا عبء علينا كاملا، ولكن مساهمة من سيئون وادي والصحراء والحضرموت عامة تمت استعدادات الكاملة لاستقبال هذا الحدث بوضع الترتيبات الكامل اللوجستية والخطة الأمنية لمواكبة هذا الحدث الكبير، فالكل اشتغل كخلية ناحية واحدة لاستقبال هذا الحدث وإعداد الترتيبات الكاملة لاستقبال هذه الاحتفالية الكبيرة الخاصة بوطننا الحبيب. ومن سيئون إلى المكلا، حيث اختتم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدورة التدريبية لمقدمي خدمات التحصين على مستوى المديريات، وذلك لرفع كفاءة العاملين الصحيين في مجال التحصين في مراكز مدينة المكلا. وفي حفل الاختتام أكد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور رياض الجريري على ضرورة تقديم خدمات التحصين بشكل فعال والعمل على ضمن الفريق الواحد لما له من أهمية في استقرار النظام الصحي في المحافظة. الجريري أشار إلى أهمية العمل على تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية في المحافظة لتقديم خدمات الرعاية على أكمل وجه وتوسعها في أكبر مرافق الصحة بمديريات ساحل حضرموت والأنشطة الإيصالية إلى المناطق النائية. ومن هذا الخبر الصحي إلى العناوين. رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا. رئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية في المحافظات المحررة بمضاعفة جهودها. وزير الأوقاف ومحافظ حضرموت يلتقيان أصحاب الفضيلة العلماء في سيئون. محافظ حضرموت يبحث في سيئون أوضاع مديريات الوادي والصحراء ويعمد 7 مشاريع من حصة مبيعات النفط. وبالتذكير بعناوين الأخبار، نكون مشاهدينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار حضرموت لهذا اليوم. مزيد من التفاصيل تابعونا على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على كرم وطيب المتابعة، في أمان الله.